بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. اهلا بكم في قناتي منوعات مرسي. لاول مره تشوفي القناه ما تنسيش تعملي لايك وسبسكرايب واشتراك في القناه عشان يوصلك كل جديد. النهارده هنعمل مع بعض بسكوت العيد. بسكوت حلو جدا، هتنسي اي طريقه تانية عملتيه قبل كده، يعني هتدعيلي بس جربيه. عندنا هنا هعمل حوالي 4 كيلو من البسكوت. طبعا تقدري تعملي الكمية دي انت عايزاها. تمام. عندي هنا 4 كيلو دقيق، عندي سكر بودرة، وعندي سمنة من يعني مش مسيحة، السمنة زي ما هي كده بدرجة حرارة الغرفة، وعندي بيض، وعندي فانيليا، وعندي بيكنج باودر، وعندي رشة ملح، وعندي كمان نشا. تعالوا اقول لكم الطريقه ازاي مع بعض. طبعا هكتب لكم المقادير في صندوق الوصف، كل حاجه بالتفصيل. انا هنا بجيب السمنه زي ما انتم شايفين كده، مش بسيحها ولا هقدح سمنه ولا اي حاجه، هحطها زي ما هي كده زي ما انتم شايفين بالمضرب بتاعي، وهبتدي اضربها كده لغايه ما تعمل معايا فوم عالي اكنك بتعملي كريم شانتيه بالظبط. هفضل اضرب فيها بالشكل ده كده زي ما انتم شايفينها لغايه ما تعلى معايا شويه والسمنه تبيض وتبقى شكلها ابيض وتزيد معايا في الوزن. اهو شايفين، بص عملت ازاي، ده الشكل اللي انا عايزاه اهو بالطريقه دي كده. شايفين عامله زي الفوم وحلوه جدا بالطريقه دي. انا هضرب كمان شويه لغاية ما تعلى كمان اهي بالشكل ده كده. شايفين عملت ازاي، سمنة فقط لسه ما عملتش عليها سكر ولا اي حاجة خالص. بعد كده هجيب معايا السكر البودر وهبتدي احطه على السمنة وهدوبه في السمنة زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي كده، خطوة خطوة وحاجة حاجة هحطهم بالتدريج. يبقى احنا حطينا اول حاجة السمنة، ضربناها كويس قوي لغاية ما عملت فوم معانا، وبعدين هنحط السكر البودر وهفضل اقلب كده وهضرب كمان لغاية ما السكر كله برضو يدوب. سكر بودرة طبعا انتوا عارفين. هشرب كل السمنة بالسكر برضو لغاية ما السمنة كلها تشرب السكر وهتعمل معايا فوم اكتر كمان كده. بتبقى الطريقة معانا حلوة جدا، مش هنسيح سمنة ولا هتحرق قلبنا ولا اي حاجة، وطريقة حلوة قوي وهيطلع معانا ناعم ودايب في البق، حلو جدا. شايفين انا هنا السكر داب خلاص. شايفين بصوا بقى السمك بتاع السمنة عامل ازاي. شايفين سمنة وسكر فقط اهي. انا قعدت اضرب فيها يا جماعة شوية كمان كده بايدي لغاية ما عملت فوم اكتر. ادي الشكل اللي انا عايزاه والسمك اللي انا عايزاه اهو. انا كده خلصت، هبتدي اجيب البيض بتاعي بقى. برضو البيض انا بحطه واحدة واحدة شوية شوية، يعني مش شرط بيضة بيضة بس شوية شوية. طبعا هكتب لكم المقادير زي ما قلت لكم تحت في صندوق الوصف. انا هكتب الكمية كلها بتاعت 4 كيلو، وبرضو تقدري انتي تقسميها بقى حسب ما انتي عايزة، كيلو او 2 او 3 على حسب ما انتي عايزة. شايفين خديها مرحلة مرحلة. انا طبعا حطيت البيض، هبتدي بقى على اخر حبة من البيض احط الفانيليا. عايز اقولك الفانيليا دي بصراحة اول مرة اشوفها بس عجبتني قلت اجربها، هي بالبرتقال،
يعني فانيليا بالبرتقال، عايز اقول لكم حلوة جدا. عطية طعم حلو قوي للبسكوت، شايفين حتى لونه حلو ازاي اهو، ايه دي الشكل اللي انا عايزاه. دوبت كل حاجة مع بعض، بعد كده هجيب معايا الدقيق واحط شوية شوية كده واقلب بالشكل ده. وهنا هحط البيكنج باودر على الدقيق بقى قبل ما اقلبه، عشان اخلطه كويس قوي قبل ما اخلطه. طبعا هفضي كل البيكنج باودر على حسب المقدار اللي هتعمليه. وهنا ده النشا برضو، احط بقى كله على بعضه. هنا حطيت البيكنج باودر وحطيت النشا، وهحط كمان ذرة الملح اهي، حبة صغيرة كده، وهبتدي اخلط مع بعضه واقلب بقى وادمج الدقيق مع السمنة والبيض والسكر، وهلف معايا بالشكل ده كده. هتحب الطريقة دي جدا. هنا عندي نشادر بقى، النشادر هنا انا حطوها في كوباية من اللبن او كوباية من المية تكون دافية، حسب ما انت عايزة. هبتدي بقى اخلط النشادر مع العجينة بالشكل ده. هجيب من تحت لفوق لحد ما النشادر كلها تدخل في قلب العجينة، لغاية ما لم العجينة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. العجينة عجينة بسكوت يا جماعة، مش عجين، لا بصوا تحس اللي هي ايه، يعني ناشفة كده، عجينة بسكوت، مش لازم تخليها طرية، لا. انا هسيبها بقى تستريح شوية ونجربها نشوف هنعمل ايه. انا سبت العجينة خلاص يعني بالظبط كده 10 دقايق بس تهدى مع نفسها، وبعدين بعملها معاكم اهو، هجربها معاكم. شايفين بسم الله ما شاء الله نازلة حلوة جدا، شايفين حتى البسكوتة طالعة ازاي، سمكها حلو قوي، شايفين السمك، شايفين رفيع مش تخين، ده المطلوب اللي انا عايزاه بالشكل ده. سمكه حلو قوي ونازل لوحده، مش بيقطع من المكنة ولا حاجة، زي ما انتوا شايفين ما تقطعتش، ماسكة نفسها، بسكوتة مقرمشة جدا يا جماعة. عايز اقول لكم والله طعمها حلو قوي قوي قوي، هتنسوا اي طعم تاني انتوا عملتوه في البسكوت. شايفين البسكوتة نازلة لوحديها خالص، لا بتقطع ولا بتقع من المكنة ولا اي حاجة. طبعا انا هعمل بس الكمية دي معاكو، وبعد كده انا هكمل مع نفسي وهوريكو الشكل النهائي للبسكوت طلع ازاي. شايفين شكله حلو ازاي، هقرب لكم كمان شوية. لو في اي حاجة بتسويها بايدينا كده بالشكل ده، شايفين السمك بتاعه رفيع قوي. شايفين رفيع وماسكه نفسها وحلو قوي. انا هكمل ونشوفها بعد ما تستوي. هنا استوت معايا اهي، شايفين ده اللون اللي انا حباه يكون شكله كده مقرمش
ومتحمر من فوق ومن تحت. طبعا بحطه في النص على الشبكة وبولع الفرن من تحت. شايفين لونه؟ لونه حلو جدا جدا، فوق زي تحت، وسمكه كويس قوي ومقرمش. شايفين؟ حلو قوي 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 قوي. صدقوني لو جربتوه يعني هتنسوا اي طعم تاني. ما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو هتعملوا ايه؟ لايك، سبسكرايب، تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. يا ريت تقولولي رأيكم في الكومنتات ايه. واشوفكم على خير ان شاء الله، وكل سنة وانتم طيبين. شكرا ليكم، والسلام عليكم.